أهلا بكم إلى الأخبار الاقتصادية. البداية بقطاع تكنولوجيا الإعلام والاتصال، حيث أصبح دعم استثمار المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في هذا المجال جد ضروري لتطوير القطاع والنهوض به. تفاصيل أكثر مع إيمان عياش. ترقية قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة رهان يراه الكثيرون رابحا للدفع بالاقتصاد الوطني، هو ما جعل وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال توقيع اتفاقية مع وزارة العمل بغرض تشجيع الشباب على خلق المؤسسات المصغرة لتطوير وتخفيف الضغط على القطاع. مؤسسات مصغرة اللي هي تنقص الثقل على مكاتب البريد وتنقص الثقل على اتصالات الجزائر، وفي نفس الوقت تسمح لهم باش يشغلوا باش يدخلوا الدراهم وباش يتطوروا، وان شاء الله يكون فيها انعكاسات ايجابية في كل الميادين. المؤسسات المصغرة والمتوسطة تعتبر حسب الخبراء الأقرب للزبون، كما أنها لا تكلف الكثير من حيث المادة ومردوديتها عالية. خلق المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مجال الإعلام والاتصال هو أسهل طريقة لخلق المؤسسات، لأنه كما تعرفي باش تخلقي مؤسسة مصغرة ولا كما يعيطوا لهم دي ستارت اب ما لازم لك والو، يعني لانفستيسمون ماتيريال ولا يعني القدرات والإمكانيات المادية لازم توضعيها باش تنشئي هذه الشركة هي معدومة. يعني الشركات هذو يخلقوا الثروة من العدم، فهمتي؟ شركة كيما جوجل ولا كيما ياهو ولا كيما لحقوا الملايير الدولارات. تأخر الجزائر في مجال تطوير شبكة التكنولوجيات يجعل من الضروري تكثيف الجهود مستقبلا للخروج من قوقعة التخلف وضمان مرافقة تكنولوجية للنهوض بالاقتصاد.